أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ونسير معكم هنا في هذه التحديات والإثارة ونتابع صدارة هذا الشوط والمركز الأول الغزال من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة هنا هذا الأداء المميز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة عتيق وسالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز الثاني ياتي محمس على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. المركز الثالث ويأتينا هنا جياش لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع ابو حمد من قدم لنا مياس الشوط الماضي يأتي بجياش هنا مسري بسالم بالعرض الحميري. وعلى المركز الرابع ويأتي مهاجر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم هو متابعة هنا ايضا طارش بن مبارك بالقوبع من يتابع على المركز الرابع في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. المركز الخامس وياتينا هنا على خامس المراكز هنا بهذه الانطلاقات عزام المنطلق لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بسيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين هنا المنطلق على المركز السادس. وفي المركز السابع هنا المهيب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. وعلى المركز السابع هنا المنطلق وياتينا بهذه الانطلاقه منجم لسمو الشيخ حميد هنا او ياتينا هنا ايضا سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفه من ينطلق بهذه اللحظات وسالم بن حمود المالكي هنا المنطلق ايضا بشعار اهل مملكه البحرين ياتي هنا بالمشاركه على ارضية هذا الميدان. مرحبا بالجميع هنا وتواجدهم المميز الجميل في احياء التراث المميز. المركز الثامن ثابت ياتي على المركز الثامن لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم مع سيب خلفان لغويص في تضميره. اما المركز التاسع فالمنطلق هنا ايضا في هذه اللحظات ملهم من هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي. وعلى المركز العاشر هنا المنطلق في هذه اللحظات هنا ايضا شاهين سمو الشيخ حميد بن سلطان القاسمي وسعيد بن محمد بن صبيح في تضميره المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط، نعود هنا مع الغزال المنطلق على الصدارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بمتابعة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز الثاني هنا يأتينا منجم بهذه اللحظات منجم المنطلق لسمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة وسالم بن حمود المالكي في تضميرة من يأتي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث جياش سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري في هذه الثلاثية الجميلة المنطلقة في مساء هذا اليوم مع شوطنا الثامن هنا بالتحديات وبالإثارة. المركز الرابع ومن هنا يتواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات الجميلة المركز الرابع وياتينا هنا عزام لسمو الشيخ نهيان بذياب السيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين من ينطلق على المركز إذا هنا الرابع. وفي المركز الخامس ياتي محمس هنا في هذه اللحظات من هجن العاصفة هو غياث الهلالي يتابع كذلك ملهم المنطلق من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. ومن الجانب الآخر هناك ياتي مهب هنا
ليس هو شيخ مكتوم بن حمدان بن راهب سعود مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري من يتابع المهب على المركز السابع وفي المركز الثامن. المركز الثامن شاهين ليس هو شيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع سيف بن علي بن كليب ليقتبي وفي المركز التاسع. المركز التاسع هنا الوصول في هذه اللحظات ايضا والقادم هنا ياتي في هذه اللحظات محتال من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي وهناك ثابت من الجانب الآخر أيضا منطلقا على المركز العاشر هنا لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن خلفان الغويص من ينطلق هنا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في التحديات وفي الإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل نعود مشاهدينا الكرام الى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هنا منجم من انطلق على الصدارة منجم من انطلق على المقدمة في المنافسة مع الغزال. هنا منجم لسمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة سالم بن حمود المالكي في التضمير والغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة بن سالم بالعرطي الحميري وعلى المركز الثالث جياش لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري منطلقا على ثالث المراكز في هذه الثلاثية الجميلة. المركز الرابع المركز الرابع ياتي ملهم من هجن العاصفة مع غياث الهلالي وعزام لسمو الشيخ الهجان بن زياد بن سيف بن محمد آل نيان مع الصادق فضل الامين. على المركز الخامس مع الكيلو متر الأخير. المركز السادس القادم محمس هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي وثابت لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيب خلفان القويص في التضميرة. وهنا شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع سيب بن علي بن كليب في تضميرة المنطلقة بهذا الأداء المميز. نعود هنا إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. صدارة هذا الشوط والتحديات هو الإثارة مشاهدينا الكرام. منجم 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 هنا ينطلق على الصدارة ينطلق على المقدمة على المركز الأول. منجم هنا بهذا الأداء الجميل لسمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة هنا القادم من مملكة البحرين هنا ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله هنيالكم يا أهالي مملكة البحرين هنا أيضا بتواجد مثل هذه النوعيات الجميلة وهنا والتحدي. ها هو منجم على الصدارة تهانينا تهانينا لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة على هذا الفوز الجميل لمنجم. وشكرا يا سالم يا بن حمود يا المالكي ولحظة وصوله الى خط النهاية معلن الفوز هو الناموس. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام الغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعود المكتوم. جياش في المركز الثالث ايضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعود المكتوم. عزام في المركز الرابع لسمو الشيخ محمد لسمو الشيخ الهجان بن ذياب بن محمد الهجان وثابت هناك ايضا لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم من اتى. هنا نعود الى التوقيت الزمني ولحظة وصول منجم إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس قاطعا المسافة في 9:58 سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة على هذا الفوز. شكرا يا سالم يا بن حمود هي المالك. المركز الثاني كان من نصيب الغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعود مكتوم 10:02 وفاء وتماما. تهانينا العتيق بن سالم بن العرطي الحميري نجاش من أتى على المركز الثالث أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم.
المكتوم بمتابعة مصري بسالم بالعرض الحميري 10 دقائق 3 ثواني وفاء وتماما وكمالا. التواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء